الكلام. حسبك افتتح الشيخ رحمه الله هذه الرسالة العظيمة بالحمد تأسيا بكتاب الله عز وجل، افتتح كتابه الكريم بالحمد واستئناسا بحديث أجمع أهل العلم على ضعفه، وبعضهم حسنه بمجموع طرقه، ثم ابتدأ بالحمد لأن الحمد ثناء على الله عز وجل، فهو يبتدئ تأليف هذه العقيدة بالثناء على الله عز وجل الذي وفقه للحق فيما يعتقده، فقال الحمد لله رب العالمين. والعالمون كل ما سوى الله عز وجل من ملائكة وإنس وجن وحيوان وطير وحشرات وجماد ونبات. والعدوان هنا ليس العدوان الذي هو ابتداء، فإن الابتداء بالعدوان محرم في جميع الشرائع، لكن المقصود هنا ولا عدوان إلا على الظالمين، العدوان الذي يقابل العدوان. فالعدوان الذي من الظالم إذا قوبل بعدوان فهو ليس محرما لذاته ولا مكروها لفاعله، وإنما هذا من باب المقابلة، إن عفوت فهذا حسن، وإن لم تعفو فإن الشارع كفى لك ذلك. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد، الشهادة تأتي في لغة العرب بمعنى حضرة، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وتأتي بمعنى أخبر، ومنه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر، أي شهد أخبرني رجال مرضيون. وتأتي شهد بمعنى اعتقد، ومنها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها أنني أعتقد جزما ويقينا أن محمدا هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وأسعد الناس بالجمع بين الوصفين للنبي عليه الصلاة والسلام، وصف العبودية ووصف الرسالة، هم أهل السنة والجماعة، فأثبتوا عبودية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله ذكره في أشرف المواطن بمقام العبودية. معنى ذلك أشرف الأوصاف أن يكون عبدا لله، عندما وصفه بالإسراء وهي من أشرف المواطن، سبحان الذي أسرى بعبده، ووصفه بالعبودية عند نزول القرآن، ووصفه بالعبودية في الدفاع عنه، فدل على أن أعظم الأوصاف وأشرف الأوصاف أن يكون عبدا لله.